تعرفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك، شو تغيروا ناسك، بتضلي وفيكي من ضل عشق وغرام. الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. هدي حالك هدي، شغلتها كتير بسيطة. على فكرة انت لهلأ ما حسبت. الحمد لله على سلامتها، فقت هلأ بالبنش. الحمد لله على السلامة. مش عايشين؟ شوي شوي انا مالك. Thank you.
قديش دفعت له؟ 100,000. الله يلعنه بكلاب حرامية. يلا معلي معلي حبيبتي فداكي. المهم تقومي بالسلامة. ليش عم تبكي؟ لأنه ما بدي إياك تشوفني ضعيفة. ماني قدران أشيل حالي. هلا بدي أسألك سؤال. إذا أنا ضعفت ما بتشيليني؟ حدا عامل هالعمدة غيرك يا سامي. نتحاسب يا ابن الكلب، نتحاسب. ان شاء الله بتنبخش عيني برصاصة قناص على قد ما اشتقت لك. زكوان ناطف قلبي على ما اشوفك. ولك خلص بقى. خلص هلا ماني رايق لك. صار لك فترة قاطعني وغايب عني. اشتقت لك. ولك خلص بعدين ماني طايق حالي. ها زعبت لك تفريعة جديدة والله. شو لونها؟ فستقي فاقي. خلص هلا ببعت بجيبك نلعي. ولك ان شاء الله بتكفني وعلى قبري بتغني يا مسافر وحدك. لك طول عمرك حنون وقلبك رايق. إياك والنسوان إن كيدهن العظيم. روح جيب أنا أشوف. روح مشي معلم. شبك حبيبي؟ شايفتك مو على بعضك، فيك شي؟ بتكركب شوي مشان حنين. حق معك. الله يرحمه ويصبرها ويصبر أهله يا رب. إيش؟ تعرف صرت بس أسمع خبر عن حدا بحس إنه صرنا ناس فاقدين الإحساس بكل شيء. ما بقى نتفاجأ بشي بعد كل اللي شفناه. الموت ما عاد إله هيبة. بتتذكر قبل اللي كنا إذا بنسمع عن واحد مات بالصين بنتأثر؟ بتعرفي هلا الموت صار فينا كلنا، يعني بأي لحظة الواحد معرض فينا يموت. عيد الشر عن قلبك ضياء. تعرف شو اللي واجعني؟ انه الناس عم تروح برخيص. مشان شو وليش؟ ما بعرف. ضاع الحابل بالنابل وما عاد ميزنا بين الغلط والصح. الحقيقة الوحدة هلا اللي نعرفها هي الموت. لك شو هالحديث اللي معتاد؟ جايبنا لنغير جو ونتغدى ولا لنحكي عن الموت؟ مناضل ومعارض يتعرأ أمام الكاميرا. أشو هالجسم الخزي هاد؟ قلتي لي انكسر عندك حاجز الخوف. ليش أنت في عندك حواجز لحتى تنكسر؟ بس برافو عليك. وهي صار عندك فضيحة بتجرسوا على النت والمحطات. وأنا هيك بتكون خلصت مهمتي. لا لسه هلا بلشتي. بدك تضلي عم تحكي معه. بدك تجرجري لحتى يرضى يشوفك. والباقي عندي. والله لأطحنك طحن والله. عدي هون شوي. وينه معلمة؟ يكون بغرفته هلا بناديله. تعا 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 تعا. مين كان هو؟ ما حدا. ولك شلون ما حدا؟ وهي السجاير اللي عليها روف لمين؟ شو ها؟ لك حمرة ضرابة السخن. هاي لسماهر. ايوه. ومين هاي سماهر بلا زغرة؟ ليش المعلم مو حاكي لك عنها؟ سكوان! اطلع ولا اطلع! لك اطلعي يا دافع يا مصير يا جزام! اطلعي يا وسخة يا بني!
بعدي حنيت لايام التيرشرس والهرسك بالشي ولك حنيت لقصتي يا ابن الكباريه هاد كل هالزمان والاغراض وعم بعينك شدي بوزك وليه؟ إلا ما رح اسده وما رح اخرس ولك قلت لك ألف مرة كل شيء إلا من الثوان عملت لك أرض ومفتاحة على قلبي أحلى من العسل بس تخوني يا ذكوان إلا والسما سلام لك خلص سكري هالرجال بقى سكري ولك يفتح عرضي جنة يفتح عرضي ولك انت ما شفت شي يا ابن الحرام انت ما شفت شي والله لا انت زيك تعرفي ولك عم تضربني يا ابن الحرام بقى خلص الخمدي بقى الخمدي يفتح عرضك شيخ جامع بينقتل بنص النهار وهذا الكلب زكوان بيخطف رقاصه من كباريه وما حدا بيقول له محل الكحل بعينك لك وين عايشين نحن وين المخبرين اللي زارعينهم بكل محل سيدي نحن عم نشتغل بكل طاقتنا وما عم ننام ليل نهار بس مثل ما قلت لك قبل شو بدنا نلحق للحق شو هالهجج بايخه شو هالحكي شو يعني سيدي يوميا عنا متابعات ومهمات ناجحه بس شو احكي سيدي احيانا بيكون دود الخل منه فيه فهمك فاي مزبوط دود الخل منه فيه والله شكلنا يا رفيق عم نتخبى وراء اصبعتنا عم نحارب الارهاب والارهابيين ومفكرين انه الارهاب محصور بس باللي بيقتل وبيفجر وبيذبح نسيانين هدول الفاسدين اللي مصوا دم وعرق الناس نسيانين تجار الازمه اللي تاجروا بكل شيء اللي تاجروا بالناس وبدم الناس اللي تعاملوا مع المسلحين وباعوهم حواجز وسهلوا حركتهم هدول مثلهم مثل الارهابيين ما بيفرقوا عنهم شيء اخ بس وبالاخير بتطلع براسنا والله مكاسر ظهرنا غيره والله لو بيدي لعل مشانهم وخلي الرايح والجاي بالزر عليهم لك انا مو قاهرني غير هذا الكلب زكوان لك هذا واحد حشره لك صفر معي ومفكر حاله شغله كبيره عكلنا الرقاصه وصاحب الكباري عطونا شغلتين مهمات بالتحقيق معهم زكوان معه ثلاث رجال لؤي وهيثم وهاني وهن ساكنين ببيت عربي مو بعيد عن البلد وعم يتحركوا براحتهم بدون ما يمروا على الحواجز مو هيك صحيح شو بتأمر سيدي تنكش لي ماضي زكوان حرف حرف وبتشوف لي مين هدول الثلاثه اللي معهم بلكي بنقدر نوصل لشيء حاضر سيدي جاجي حفرته على راسه عفره نعم خلصنا صبحي بعدين بحكي لك كله سؤال ورد غطا ولا لحولك يعطي الحين ليفوت بمخك شو يا رب الارباب صبحي صاحبك هجرس وين قاعد ليش بقى يا ربي عاوزته بشغل هلا انت عاوزه هجرس صبحي موت حالي لك موت حالي ولا تخلصني بشان الله هجرس وين قاعد صرنا 3 سنين مع بعض أول مرة بحس بحنانك وأنا هيك أول مرة بحس إنه لهي الدرجة خايف عليك يا ريت صاير معي هيك من زمان بدك لا ولو بعيد الشر عن قلبك بحبك وأنا بحبك
حبيبي خلص ما عاد فيني. لا حبيبتي هذا الصحن بده يخلص كلياته لأنه جسمك تعبان ولازم تعوضي. حبيبي والله ماني قدراني خلص. فكرت لي بشي حجة أولى لماما مشان نام اليوم هون؟ هلا لقيت أنسب شي إنه تقولي لها إنك نايمة عند مايا، ما في غير هيك. حبيبتي احكي لنا مع الهلال الأحمر مشان يزيدوا لنا المعونات، لأنه صار عنا أعداد كبيرة وما فينا شي لحالنا. طيب على عيني مدام. وحضري حالك، بدي أخذك معي على بيروت، أنا مو وعدتك؟ شكرا كثير مدام. الو كيفك ماما؟ شوفي بس كان بدي اقول لك انه انا بدي نام اليوم عند مايا. ماشي. ايه حبيبتي وين كنا؟ ايش الحال؟ تشربي شوي عصير. شلون بدك تطلع شلون بدك تفوت؟ والله انا اول مره بشتغل بهالشغله ان شاء الله لا تواخذني. ليش شو بدك تشتغل بالله؟ مكان نسيان. مكان نسيان؟ حلو والله حلو. معك ما انت هذا؟ خلص سويناك انا هلا مصري يجوا بالشكل الحالي. كثر خيرك كثر خيرك. لا تواخذني ان شاء الله. تعال لا هو داي اعطيها لهذا الميكانيكي تبع التواليتات. اهلين كريمو. لك على راسي يا ابو معتصم. اهلين وسهلين. لك ايش هذا ربي علي؟ انتو جماعه التيار الثالث يعني الرماديين اللي مو مبين له اللون يعني لا هون لا هون. لا زعل مني ما بطيكم. لا انتوا ولا جماعة التيار الرابع والخامس سيدي والسادس والسابع والتاسع الكفاءة يعني والبكالوريا. بس يا ويلك اذا بيطلع السيارة شو؟ روح يا معلم بالعاده وانا كلي معه. ليش بتسترجي راشد بيك؟ معلم سوء انت مغمض، هذا اذا ما ضربوا لك تحيه على الحاجز. لا بده يضربوا لي ولا اضرب له، انضرب على قلبك اللي قد ايه بدك حقك. حياتك ما بنختلف. فوت نشرب شاي وما بتطلع الا رضيان. شرف شرف. حبيبنا أهلين نهلة. آخ بالمهنة عيوننا لنهلة. خير نهلة في شي؟ في جيتك أخطي من ورا الحائط قلب العجيب على العجيب شايط. فوتنا يا زلمة، شو بدي أقضي حياتي واقفة معك على البواب؟ نهلة حبيبتي بدي أعتذر منك، أنا عندي ضيوف. آوه ضيوف؟ شو استاذ؟ شو هالضيوف هدول؟ نايمين بتختك؟
شكلهم نعضامة للرقبة. لكن يا فنان يا مزيكاتي اخذ نجدك مع الكل وبس علي انا بتوزن. لا خلصيني في شي. بتستني في شي؟ ولك بكره عليك عم تستني في شي؟ بصير عندك على نص بيتك انا اللي مأمنت لك بلاقي وحدة نايمة متسطحة بتختك وبتستني في شي. يا ربي دخيلك يا ربي يا خاين. تعال يا هلا. ولك لوين طلعني يا خاين؟ يا ابن الكلب. بسيطة يا فنان يا حيوان الدب. إذا ما بربي فيك القرود وبعمل لك مسخرة في عليك وعلى وسطك الفني. كديس سيرة الجواز ما جواز لا جيبوها قدام عنين وعقونا تعرفوها تتحسس من كل شيء خصوصي بالجواز. تركوها هي بحالة هي الحالة بترتاح على هي الحالة بتفكر بحالة ومن حالة. بس منيح اللي التقيت الجثة ما هيك أبي. خلصنا الله يرحمه معتصم خلصنا سكر الموضوع بقى. والله أهله ما صدقوا يا حرام. شوف أنا معتصم أنت وين نحن وين؟ لك شو عم نحكي كفرنا؟ أبي الحكي اللي بلا طعمة بلا إيه؟ شو باجتماع حزبي؟ إيه سيدي اجتماع حزبي. إيه ما رددنا الشعار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شو نحكي مع الواحد أنت؟ إيه يا أبي؟ بابا العشاء صار جاهز وقليت البيت. إيه ها؟ هذا الحكي اللي عليه علامات. منقوم منردد الشعار عن بيضات ومنخرطشه. شرفوا. شرفوا. ها شرف. شو خير؟ على شو هالاجتماع؟ جوازي بدنا نجوزه للرفيق. عن جد؟ لك شو عن جد؟ حكي فاضي. بتعرفي معتصم شو بدت؟ كلوا أبي كلوا. وحزبية كمان. لا وهالمرة أبوك فايت فوتي مع المعارضة. ايوه. أبي عم يخطر ببالي نقل شي واحدة مزوة وشبعاني دولارات شبعاني مبقوقة بقى لتكون هي من المجلس الوطني هي من الائتلاف. اه احسن. والله هو الاثنين مخرطشي انت بس لقيم ابو معتصم. كلي يا ابي كلي كلي. شبعاني يا ابي. هل كم سنين شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت ما بننحني. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ جلال حبيبي مثل الشجر من موت وما اشتقت لك كثير. انت ما اشتقت لي؟ Thank you.
فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت ما بننحني هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت وما بننحني على ما هو الضيع كان أحسن. 40 سنة ما راح تفك حزنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدري ليش مدري كيف هزك ربيع بنص الخريف مدري ليش مدري كيف هزك ربيع بنص الخريف بحب وشك حب حدي ضلي وحدي أنا ضل محراب بيت شامي غافي عليه الفيلم حب حدي ضلي وحدي أنا ضل محراب بيت شامي غافي عليه الفيلم Thank you.
يعطيك العافية. أهلين. نحن جمعية خيرية جايبين معونات لمركز الإيواء جوا، ومعنا مسرحية للصغار كمان، وهي وراء الجمعية والموافقات. وعيون عم تلمع. ما بعرف مين حاطط على المكتب. هذا معذب حاله وجاي بكير كتير ليحط لك الوردة قبل ما توصلي. معناها شكله تابس على الآخر. ما بعرف. وليش هيك ملبكة وفايتة ببعضك؟ بالعكس، هذا الشي لازم يفرحك وملبكك. انت بنت حلوة مثل القمر، وألف شاب بيتمنى يهديكي كنوز الدنيا مو بس ورد. ياسمين، انت لازم تعرفي قيمة حالك. بدي اياكي تفتحي قلبك. الحياة مليانة فرص، ويمكن يكون صاحب هي الوردة حدا كتير منيح، يعني ياخدك لغير هالعالم ولغير هالحياة. ولا تضيع الفرصة من ايدك لما بتجي. ماشي؟ كيف الشغل؟ كله تمام. يعطيك العافية. الله يعافيك. الو، بدي اسماء كل الناس اللي اجوا اليوم على الجمعيه بكير. ايه، وموظفين ومتطوعين بسرعه. أنا لهون خلصت وظيفتي. الله يعطيك العافية. هي ضربة طريقك ومشي. يلا بسرعة. Thank you.
بدي اوعي بسرعه بسرعه على السريع على السريع شباب يلا رياض صورنا يلا جاهز ابو الروض جاهز معلم بيان الجيش الحر ايه ابو معتصم مأمور رجع وليكوا معي بالسيارة ورايحين على البيت ايه لا الحمد لله على السلامة لك الله يسلمك الفضل إلك طبعا بعد رب العالمين لك لا يا ابو مأمون نحن شو عملنا الله يسامحك هذا واجب واقل من الواجب كمان وانت بتستاهل كل خير اهم شيء هو اللي يعقل ويبعد عن المشاكل ويدير باله على حاله لانه مو كل مرة بتسلم الجرة واذا بدك نصيحتي خليه يقدم طلب انتساب للحزب اي شعبي قريب منه يفوت عليها ما في براسه هلا غير دراسته ومستقبله بس انا حبيت الفلك مشان اتشكرك اهلين ابو مأمون اهلين ابو مأمون هذا عرفته ايه لك مشي عاله ابنه مشي خجله ايوه ايه الحمد لله لو بتعرف شو صار فيني لحتى رجعت بالسلامه ليش وين كان المحروس كان مسافر لا يا ابي ليش عم تخبي عمي أنا كنت محبوس بتهمة إرهابي إيه الحمد لله على السلامة الله يسلمك وين نازلي؟ يلا الله قربنا المصر نقول للنظام إننا مثلما أعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعملية نوعية فنحن في طريقنا إلى مناطق أخرى ومفاجآتنا لا تنتهي صباح الخير مدام سوزان صباح النور ابو الفدا شو هدف هذول معاملات بعت لك اياهم ابو معتصم وبقول لك دقيهم ايه ابو الفدا بس هذول خالصين ما بدهم شيء والله ما بعرف هيك قال ابو معتصم وراح جيب لك الدفعه الثانيه ايوه شكله طابخ له طبخه جديده عليه الاشتباك؟ بلش القصف عليه ولا لسه؟ ممتاز اسمع خبرني أول بأول فهمت؟ يلا شو صار معك بمراقبة عتاب؟ لازمت مثل خيال معلم مثل ما أمرت طلعات وفوتات عادية كافيتيريا وبيت وجمعية تقعد مع نسوان من جيلة بس في شغلة معلم كل أسبوع عنده طلع أو طلعتين على لبنان كان على لبنان شو مالي؟ تطلع وراها على لبنان مثل ما حكينا بالحركة وبالنفس يلا أمرك مالي؟ يلا Thank you.
اللي عمل لك عليه وبس. شغل الطوابع وطوابع يا زيزر، شغل صغير يطلع منا بقى، يطلع منا. انا عم اقول لك شغل ترزق الله فيه ولا لا؟ بحصب تسنو جراب مع تصير. لا بحصب هاي اول فدا. خلصنا بقى، خلص خلص بلا كبار بقى، تفضل هيك وسك. شو كل شيء صار بده تدقيق كمان؟ كل شيء كل شيء مالك شايف، لك كله بده تدقيق هلا، كل شيء كل شيء. وعلى كل شيء التدقيق يا ابو معتصم؟ ايه على كل شيء. على كل شيء. انا ورا توقيعي. في توقيع حدا غير توقيع المدير ولا لا؟ لا. ومع ذلك انا نفسي عم دقق على حالي. ابو الفيدا معلش لو سمحت تتركنا شوي لحالنا. تكرمي. اساسا انا كنت رايح الحمام. ابو معتصم انت ليش عم تشتغل فيني؟ بشتغل فيكي شلون يعني؟ بالله اشرحيلي. في شيء شخصي؟ شخصي بيني وبين مين؟ بيني وبينك. بتعرفي انت لو بترندي علي كنت حكيت. شرف احكي. هون ما بينفع، هون ما بينحكى. لكان وين بينحكى؟ ويا مربي ضيفها تسكن الأحلام، جميلة وحبها واسمها سام. ويمر بي ضيفها وتسكن الأحلام، جميلة وحبها واسمها سام. غيروا ناسك ليش هيك فيك صار؟ اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. ويمر بضيفها وتسكن الأحلام، جميلة محبها واسمها سام. ويمر بضيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها سام.